انا هعمل معاكم النهارده فتت كوارع. اول حاجه انا معايا الكوارع دي، وعشان الكوارع يبقى شكلها حلو كده انا بخلي الجزار هو اللي يقطعها لي بالطريقه دي. هي بالحجم ده بتاخد تقريبا ساعتين، ساعتين ونص في الحله العاديه، وممكن تاخد ساعه ونص في الحله بتاعه الضغط. معايا ايه تاني؟ معايا بقى معلقه سمنه، مستكه، بصله، ورق لورا، حبهان، ملح وفلفل. دي المكونات اللي هسوي بيها الكوارع. بنجيب بقى طماطم وثوم مفروم وسمنه وخل وصلصه طماطم، ونديهم كده تسبيكه حلوه مع بعض على البوتاجاز، ونقلب فيهم الكوارع. طب انا اقدم الكوارع كده؟ ابدا، انا هقدم الكوارع كده متقطعه مكعبات صغيره. وعايزه اقول لكم ان دي طريقه بتبقى شيك جدا جدا في التقديم لو عندنا عزومه. فدي شكلها هيتغير دلوقتي، هتشوفوا شكلها حلو جدا. للتقديم انا معايا لو صنوبري اللي هو ايه الصنوبر الكداب ده، ومعانا كمان شويه سماق. القاعده بتاعه الفته معروفه، رز ابيض، وده انا مجهزه شويه ما فيهوش اختراع. وانا بزود كمان بعملها شبه الفته الشامي شويه، فبحط شويه عيش بلدي تحت. هعمله معاكم برده دلوقتي ونشوف هيبقى ازاي كريسبي. بس خلونا نبتدي باول خطوه. اول خطوه هي ايه؟ اول خطوه هنعمل مع بعض الكوارع. هنعمل ايه؟ بصوا، وانا شغاله معاكم كده افتكرت اول مره جبت كوارع وعملتها وطلع طعمها بصراحه وحش جدا. ليه؟ لان انا ما كنتش عارفه انضفها ازاي. فبعد كده سالت وتعلمت وجربت، وجربت طرق كثيره جدا. بصوا دول فصين المستكه اهو مش اكتر. واحسن طريقه كانت ان انا بدعكها كويس جدا بالليمون، ولو عايزين كمان تدعكوها بخل مفيش مشكله. بس الحركه بقى اللي بتفرق جدا هي ان انتوا لما تشطفوها تنقعوها في ميه بليمون لمده ساعه. النقع ده بعد كده بنطلعها نشطفها تاني، بيفرق جدا في ريحه الزفاره، ما بيبقاش في حاجه محتاجين تداروا عليها بعد كده. طيب انا حطيت ايه؟ فصيل المستكه مع معلقه السمنه، واتطمنت ان هما ايه دابوا. هنزل بقى بالكوارع واحده واحده كده تتشوح. هو انتي مش هتسلقي الكوارع؟ لا، احنا هنسلق الكوارع عادي جدا، بس اللون اللي بنديهولها بالتشويح في الاول ده بيضيف طعم لذيذ جدا ليها. وجربوا يعني، لو انتم مجربين عادي تسلقوها عادي على طول. لو جربتوا بقى الطريقه دي مش هتبطلوها. طاستين، اول طاسه هعمل فيها التسبيكه بتاعتي، طيب معايا هنا ايه؟ التوم والسمنه تاني. انتوا خدتوا بالكم ان السمنه الطبق اللي انا حاطاه للفته ده انا ما استعملتش منه غير تقريبا معلقه، نص معلقه كبيره. تعالوا هنا ايه نستخدم، عايزه اوريكم. اوكي اهو معلقه شاي، هتطلع طعم التسبيكة حلوة جدا، مش هتحتاجوا تستعملوا اكتر، جربوها خلاص. والسمنة زيادة دي انا هشيلها على جنب. يلا اهي ثوم، طماطم، ملح، فلفل. شايفين هنا انا معايا شويه فلفل مجروش، هاخده وهزوده على الكوارع. مستحيل حتى لو مش غسلينها احسن حاجه مستحيل يطلع لها اي ريحه بالطريقه دي. طيب الطماطم مع الثوم، مع الخل، ممكن على فكره لو ما عندكوش طماطم فريش تستعملوها تقليه عاديه وتشتغلوا بالصلصه، بس انا بحب قطع الطماطم مع الكوارع جدا. طيب انتوا شايفين المكونات دي، خطوه انا عاملها النهارده بس بمناسبه الاعياد كده
فانا هحمص اللوز في نص معلقه صغيره من السمنه. بس في العادي احنا ما بنعملش كده، احنا بنحمصه على اللي ناشف في الطاسه على طول. شايفين اللون لسه عايزاه تغمق شويه بصراحه. وبعدين هضيف البصل، ومجهزه معايا ايه بقى، الحبهان وورق اللورا علشان هحطهم عليها اول ما اضيف المي. خطوه الطماطم بقى عندنا خيارين، يا اما احنا هناخد الطماطم دي اللي هي التسبيكه بتاعتنا ونحطها على الكوارع، مكعبات الكوارع المسلوقه اللي احنا مفصصينها وبعدين هندخلها الفرن، يا اما هنكتفي بان احنا نخلطهم مع بعض زي ما هنعمل دلوقتي علشان وقتنا. لكن انا بقول لكم اهو ان انا ساعات في البيت مش بكتفي بان انا اقلبهم مع بعض، انا ممكن ادخلهم الفرن مع بعض. بصوا بقى وايه، هقلب ده مع بعض. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه حلاوه مش عاديه، يعني انتوا لو ما بتحبوش الكوارع جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. خلطه الطماطم دي عليها بجد طعمها ظريف. طيب يبقى كده معانا ايه اول جزء. انا ما وريتكوش بقى انا قطعت الكوارع دي ازاي، تعالوا اوريكم. احنا دلوقتي سلقنا مع بعض الكوارع صح، وهي ابتدت تاخد لون، تعالوا ايه نزود لها الميه والحبهان وورق اللورا، وكده كده معاها البصل، وهقفل عليها زي ما قلنا عندنا حل الضغط. ممكن تاخد مننا مثلا ساعه ونص لو متقطعه بالحجم الصغير ده، لو ما عندناش حل الضغط ممكن توصل لساعتين ونص. طيب الافتكاسات بتاعه معلقه السكر، البيكنج سودا، الحاجات اللي هي ايه بتسويها اسرع ممكن تستعملوها لو يعني تفضلوا، لكن انا احب ان احنا ايه نسويها كده على الهادي. ما قلتلكوش هتعملوه ازاي، مفيش حاجه، انتوا بس هتقطعوا العيش البلدي ده بالشكل ده بالمكعبات بالسكينه بالمقص بالطريقه الاسهل ليكي، وهتحطيه في الفرن على الشوايه 10 دقائق هيطلع باللون الذهبي الحلو ده. تعالوا بقى ايه هنرص العيش ده مع بعض المكعبات، زي ما قلنا هو ببساطه عيش متقطع مكعبات هنحطه في الفرن بس كده على الشوايه، هياخد 10 12 دقيقه لحد ما يطلع كريسبي كده ويجنن. بصوا بيبقى معانا شوربه، وانا افضل انها تبقى ايه مش سخنه قوي، تبقى يا دوبك دافيه، ويبقى معانا كبشه زي دي تاخدوا فيها العيش بتاعكم كده تعملوا ايه بسرعه. وزي ما قلنا انا مش عايزه الشوربه دي تبقى سخنه قوي، ليه؟ هي لو سخنه قوي العيش ده هيشرب منها كتير وهيبقى طري، انا مش عايزاه طري، انا عايزاه بس يا دوبك في طعم الشوربه خلاص. في ناس بتحب تعمل شويه كده وتسيب الباقي، عايزين تعملوا كل اللي يعيش العيش عايزين تعملوا شويه منه او شويه لا زي ما تحبوا. طيب الرز بقى بتاع الفته، انا بعمل رز بسيط جدا جدا. هنعمل ايه؟ بتغسلوا الرز المصري العادي جدا، تديله تحميصه مع معلقه شاي مثلا او نص معلقه كبيره من السمنه او الزبده ده حسب اختياركم. و بصوا ابتدي بقى ايه احط الستار بتاع الطبق ده وهو الفته، نعمل ايه نديله تقليبه تاني كده الفته اللي بالصلصه دي. بصوا بقى ياخد كده